هنعمل مع بعض دلوقتي ميلك شيك البسكوت بالشوكولاته، وهنحط فيه كمان ايس كريم شوكولاته. ايه المكونات اللي عندي بسرعه قوي؟ عندي شويه بسكوت شوكولاته، عندي ايس كريم شوكولاته، وفي كمان رقائق الشوكولاته او الشوكليت شيبس، عندي هنا شويه ثلج مجروش، شويه لبن وسيرب شوكولاته. طيب على طول كده خلينا نحط الاول اللبن. وهحط معاه البسكوت، هحاول اديله بس كده ايه تكسيره خفيفه وانا بحطه. وهخلي كده واحدتين ثلاثة بره، عايز اجرشهم انا عشان نحطهم ممكن على الوش كده في الاخر. حلو قوي. بعد كده ايس كريم الشوكولاته. وهحط شويه صغيره قوي من التلج المجروش. وهنضرب، وعلى ما دي تتضرب هجرش لي كده واحدتين من البسكوت ده. هجيب الكاسات، هنبتدي الاول بشويه من سيرب الشوكولاته في الكاس اهو تحت. بعديها على طول اهو في الاخر خالص هحط شوية شوكولاتة اهي من اللي جرشتها من فوق. وفي الاخر حط الشاليموهات بتاعتنا، ونبقى كده عملنا الميلك شيك